يعني 80 كيلومتر ولايه سياحيه يعني بامتياز، والحمد لله يعني ربنا وفقنا خدينا هذا المشروع. تقريبا فيه تقريبا في 11 قطاع المشروع، وقسمناه على 4 زون. درنا زون ان يعني في هذا المشروع، زون ان يعني فيه يعني درنا في ميتام، درنا 4 ريجون ميتام، 4 ريجون يعني منطقة الغرب الجزائري، منطقة القبائل، ودرنا منطقة الصحراء يعني شرق الصحراء يعني فيها الصخر يعني الصحراء تاعنا كبيرة، وكذلك المشرق الجزائري. يعني كل منطقة مثلا الغرب الجزائري هذا ان شاء الله باذن الله يفتح يعني في اواخر ديزام 15 تاع رمضان، يعني رانا في السيت هذا ديزام 15 تاع رمضان ان شاء الله باذن الله. فيه العاب صغيره مثلا، فيه العاب صغيره، فيه ليسباس فيغ يعني هذا، حتى فيه كراش يعني تكون كراش كبيره، فيه كاردينات، فيه يعني وين الناس ترياح، عائله ترياح، لانه ولايه عين تيمون يعني ما شاء الله منطقه يعني يجوها من الغرب الجزائري كامل حتى الشرق، يجو بزاف العين تيمون. هذا زون 1. هنا زون 2 اللي فيه مثلا في العاب صغيره، وفيه اللي قلنا في اسباس فيغ كذلك، ويعني منطقه مثلا غادي نديروا خيمه تاع قبائل اللي فيها عادات وتقاليد تاع منطقه القبائل، كذلك يعني مطعم فيه يعني ماكولات القبائليه، وزائد هنا درنا لاكوندرو اللي فيها لاكوندرو وكاروزات اللي باش الناس كوب لي زابيت. حنا حبينا نديروا ثاني سونتر كوميرسيال صغير، يعني ايباب يكون صغير، كذلك هنايا كراش، وهنايا الباركينغ درنا. وهذه المنطقة يعني إن شاء الله بإذن الله تفتح يوم 5 جويلية إن شاء الله بإذن الله، يعني زون 1 زون 2 إن شاء الله 5 جويلية. وهذا الآخر إن شاء الله بعد توسيع إن شاء الله كل مرة نفتحوا هذا. وهذه الدخلة إن شاء الله غادي تكون كيما هكا تقريبا. درنا كاسكاد كبير، درنا كاسكاد كبير هذا. وهذه هي يعني بعض الألعاب، هي ألعاب إيطالية إن شاء الله تكون ألعاب إيطالية، كنا العاب يعني هذه.